السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة حكايات. قصتنا اليوم بعنوان القط والفأر من كتاب الكلام رأس مال. أرجو أن تنال إعجابكم. كانت توجد مزرعة لرجل خلف المدينة، وكان فيها شجرة ضخمة يعيش في جذعها فأر وفي كهفها قط. وكان القط يخرج كل يوم يعيث في المزرعة فسادا، فلما ضايقه ذلك أحضر قماشا وصنع منه شركا ليصطاد كل من يعبث في مزرعته. وفي صباح أحد الأيام رأى القط الفأر فهجم عليه ليقتله، فوقع في الشرك وحاول الخلاص ولكنه عجز. فلما التفت ورأى القط وقع في الشرك أخذ يرقص فرحا، وهو في غمرة السرور نظر في حطب المزرعة فرأى بالقرب من جحره ثعبانا ينتظر خلاصه من القط لينقض عليه ويلتهمه. ولما نظر إلى الأعلى رأى حداءة تحوم حوله تنتظر الفرصة للانقضاض عليه، فوقف الفأر حائرا لا يدري ماذا يفعل. وهو على هذه الحال فكر في حيلة وقال: لقد عرفت أن الثعبان والحداء لا يستطيع أحد منهم أن يقترب من القط، والأفضل أن أذهب إلى القط وأجعله يقسم ألا يضرني على أن أخلصه بقرض الحبال والشبكة. وذهب ليعرض عليه الفكرة، فقال القط: متى سنبدأ هذا العمل؟ هل تخلصني من الهلاك ثم أضرك؟ خلصني وسنكون أصدقاء إلى الأبد. قال الفأر: هيا نجرب وعدك لنعرف ما إذا كان حقيقة أم لا. سأدخل فيما بين رجليك لأعرف ما إن كنت ستؤذيني أم لا، ولتعلم أنك إذا أهلكتني أهلكت نفسك. قال القط: أنا لا أقول كلاما وأنقضه. أخذ الفأر يقرض في كل مكان والقط لا يتحرك، وعندما رأى الثعبان ذلك تسلل حتى لا يتخلص القط وينقض عليه، وانصرفت الحداء خشية القط. قال القط للفأر: يا عزيزي بسرعة اقرض هذه الحبال لأنجو، ففي كل حركة أشعر أنها تضغط علي. قال الفأر: اصبر قليلا، إن الحبال متينة، متظاهرا أنه يجد في عمله وكأنه يقرض الشبكة بقوة، ولكن في الواقع كان يعمل ببطء ويقول في نفسه: إذا أسرعت في العمل وخلصته لا أظن أنه سيتركني، ولكن إذا تراخيت في العمل حتى يأتي صاحب المزرعة عند ذلك أعمل مسرعا إذا رأيته، فإذا تخلص القط هرب ولا يتوجه إلي. أخذ القط ينظر إلى الفأر ويقول له: بالله عليك أسرع، لقد طلع النهار والآن سيأتي صاحب المزرعة ويرى ما حدث، فإذا وجدني هلكت. قال الفأر: دع الخوف، إنني أعمل بكل قدرتي، من من الفئران غيري يقبل مساعدتك. واستمر في القرض رويدا رويدا ويترك بعض الأماكن، ومن بعيد رأى يا صاحب المزرعة قادما مستندا على آلة الحفر. قال القط للفأر: ها هو قادم، بالله أسرع. أسرع الفأر في عمله، وقبل أن يصل المزارع كان الفأر قد قرض الشبكة كلها. فجرى القط ودخل الغابة، وجرى الفأر ودخل جحره. أخذ المزارع يقلب كفيه ويقول: يا خسارة، لقد قطع الشبكة، ولكن صبرا، غدا أبحث عن حيلة أخرى. وجمعها وعاد إلى المنزل. وعندما طلع نهار اليوم التالي جاء القط ووقف على مدخل جحر الفأر وقال: يا صديقي، أخرج لنتحدث حديث الأصدقاء. ضحك الفأر عندما سمع كلام القط وقال له: أي صداقة، طالما أنك هنا لن تراني أطل برأسي، القدر هو الذي جعلنا نأمن لبعضنا، ولن تدوم الصداقة، إنها مجرد كلام، لقد افترقنا منذ الأمس، كما تكون الصداقة بين الماء والنار تكون بيننا، لقد صبرت وتجاوزنا الخطر، فإلى اللقاء. عندما سمع القط ذلك ربص وأخذ يقسم ويطمئنه قائلا: أخرج لنبحث عن مكان للإقامة ولن أضرك، ونظرا لكوني أكثر منك قوة فسأرد عنك كل أذى وأنجيك منه.
وأخذ يحتال على الفأر الصغير حتى أقنعه ووافق على كلامه، وخرج وأخذ يلف فلم يضره بشيء. قال: نعم صدقت، في القطط كثير من أولاد الحلال. قال القط: أنه سيجمع كل المتاع الذي ادخره ويعودان إلى الكهف في الشجرة الكبيرة لأن هناك أوسع. فأخذ الفأر يجمع الأشياء الكثيرة التي جمعها لوقت الشتاء، حيث يمكث في الجحر ولا يخرج خشية الإصابة بالبرد. عندما رأى القط الأشياء التي جمعها الفأر من دخن وزبد ولحم وافر وجبن وأشياء أخرى مختلفة، شعر بالخجل لعدم وجود شيء من كل هذا في منزله. فسأل الفأر: كيف جمعت كل هذا الطعام في الغابة؟ قال الفأر: لدى صاحب المزرعة التي أمسك كل يوم تأتي زوجته إلى المزرعة، وقبل أن يصل إلى نهاية خط الزراعة يأتي ليأكل. أذهب وأخطف شيئا وآتي به إلى جحري، ثم أعود مرة أخرى، والبعض الآخر ورثته عن أجدادي. قال القط: هذا فقط؟ اجتهد هو الآخر واجتهد الفأر وجمع أكثر مما جاء به. وعندما انتهيا وقفا يتشاوران في مكان المخزن، فقال القط: أفضل مكان هو المصلى عند مدخل الباب. أخذ المتاع وبحث عن مكان وأخفياه، وعاد إلى الجحر، وأخذا يعيشان حياتهما. وذات يوم وهما جالسان أحس القط بالكسل يستولي عليه، وأخذ يشعر بالجوع، ولم يدخل المنزل حتى يسحب من المخزن. فذهب إلى الفأر وقال له: لقد بعثوا إلي من المدينة يخبرونني بأن أختي قد وضعت، واليوم موعد تسمية المولود، وأريد أن أذهب الآن. يجب عليك أن تبقى لتكنس المنزل، لأننا لن نذهب معا، لأن أحوال بني آدم ليست واحدة، ما يراه أحدهم ويتركه قد لا يتركه الآخر إذا رآه. قال الفأر: وهو كذلك، ولكن لا تنساني عند توزيع السبوع. قال القط: ويحك، إذا نسيت كمن أذكر. لقد كان القط يكذب، فلم يدعوه أحدا للسبوع، ولكنه قصد مخزن الطعام المدخر ليأكل منه. ولما أكل وشبع بحث عن مكان ورقد فيه يلحس شاربيه ويزوم، وبعد اشتداد حرارة الشمس عاد إلى الجحر. ولما رآه الفأر من بعيد أقبل عليه مسرورا، يظن أنه أحضر له شيئا من الطعام، فقال له: ماذا ولدت؟ فقال: ذكرا. فقال الفأر: ماذا أسموه؟ قال القط: العمل الجاد لم يأتي بعد. قال الفأر: العمل الجاد لم يأتي بعد؟ هذا اسم غريب، أهكذا أسماء ذريتكم؟ قال القط بغضب: ما هو الغريب؟ وأنتم ماذا تسمون أبناءكم؟ فلما رأى الفأر أنه غضب تركه. وبعد يومين قال القط: لقد حدثت ولادة أخرى في عائلته وسيذهب للسبوع. قال الفأر: وهو كذلك، ولكن بالله عليك لا تنسى هذه المرة، أنت لم تحضر لي شيئا في المرة السابقة. قال القط: لقد مكثت طويلا في هذا المكان، ولكن اليوم سأحاول أن آتي بخمس قطع صغيرة من اللحم. وخرج ولم يتوقف إلا عند المصلى، فدخل وأخرج الطعام المدخر وأخذ يأكل منه حتى شبع، واتخذ جانبا ونام. وعندما اشتدت حرارة الشمس قام وعاد. سأله الفأر قائلا: أين نصيبي من بقايا الوليمة؟ أم أن المدعوين كانوا كثيرين؟ تغاضى القط عن الكلام وتجاهل هذا السؤال، فقال الفأر: وما الاسم الذي سمي به المولود اليوم؟ قال القط: اليوم وغدا لن يبقى شيء. قال الفأر: اليوم وغدا لن يبقى شيء؟ هذه الأسماء التي تسمونها لم أسمع عنها في كتبنا. لم يعره القط أي اهتمام، وذات يوم ادعى أنه وجهت إليه دعوة، فذهب وأكل ما تبقى من المدخرات في المخزن وعاد. سأله الفأر عن اسم المولود، فقال له: كل شيء بدأ وانتهى. وتحاشيا لغضب القط لم يقل الفأر شيئا، واستأنف حياتهما. ومنذ هذا اليوم لم يعد أحدا يدعو القط لأي سبوع، وكأن إخوته جميعا توقفوا عن الولادة. ومرت الأيام وأخذ البرد يشتد، وقال الفأر للقط:
حان الوقت لنأتي بالطعام، وعندما وصل الفأر إلى المخزن وجده فارغا، فقال: الآن عرفت ما حدث، لقد كنت تأتي إلى هنا وتدعي أنك دعيت للسبوع، اليوم الذي بدأت تأكل فيه قلت: النسم المولود، العمل الجاد لم يأتي بعد، وعندما عدت قلت: اليوم وغدا لن يبقى شيء، وعندما أتيت على آخره قلت: اسم المولود. فغضب القط وقال: كف عن الكلام بالتي هي أحسن، إذا سمعتك مرة أخرى تنطق حرفا سأقضي عليك. كان الفأر الصغير على وشك أن يقول: بدأت وانتهت، فأسكته القط، لذلك سكت قبل أن يخرج الحرف الأول من فمه، ولم ينتظر القط شيئا فانقض على الفأر والتهمه: أرأيت كيف يكون المخلوق السيء؟ فلا صداقة بين الأعداء مهما ظهر من محبة مزيفة، فالماء والنار لا يجتمعان. وفي الختام أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالقصة، وإلى لقاء آخر وحكاية جديدة، دمتم سالمين.